صحتك أغلى ما تملك. من لا يتساءل عما يجب أن يفعله وما يجب أن يتفاداه من أجل الحفاظ على صحته؟ ما الذي يحدث بأجسامنا عندما نصوم؟ وكيف نوفق بين تقاليد المطبخ الجزائري والنظام الغذائي الصحي؟ لماذا نعاني من الانتفاخ خلال أولى أيام الصيام وكيف نتفادى ذلك؟ وللمقبلين على امتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، ما هي الأوقات التي يكون فيها المخ في أقصى قدراته للاستيعاب؟ وما هي الطريقة الأمثل لتخزين وحفظ المعلومات؟ تساؤلات وأخرى نجيبكم عنها في برنامج لمسات صحية الذي يرافقكم أسبوعياً ابتداءً من شهر رمضان.